طيب تعالوا نروح لكلية إعلام جامعة مصر الدولية. ليه؟ الطالبات هناك الحقيقة أطلقوا حملة لطيفة جدا عنوانها كمان جميل، إرث وأثر. وده مشروع تخرج بيهدف إلى نشر الوعي بشأن الحد من استهلاك الكهرباء والمنتجات وأيضا الماء والموارد بشكل مفرط خلال الروتين اليومي، وده إحنا بنشوفه ناس بتستهلك بشكل كبير جدا. بالإضافة كمان في الحملة عايزين يعملوا نشر لثقافة الاستدامة واللي بتعود على المستهلك إنه يوفر في الموارد ويوفر أيضا في فلوسه وفي صحته العامة. أيضا كمان بتهدف الحملة إنها تزود بقى المواطن بإيه؟ بمعلومات كتيرة، معلومات خاصة عن كيفية الحد من الاستهلاك الضار، وده شيء مهم جدا، يعني توعية كمان للمواطن. الطالبة فريدة حسام الدين هي إحدى مؤسسي حملة إرث وأثر. مساء الخير فريدة. مساء النور. يعني أنا سعيدة جدا بيكي يا فريدة إن أنت تفكري في حملة زي دي وتكوني أنت مؤسسة. أولا بشكرك على العنوان، العنوان ده اخترتيه ليه؟ إرث وأثر. هو عشان كلمة إرث ليها علاقة بالميراث، وأثر ده الأثر اللي احنا بنسيبه كبني آدمين على الأرض، فكنا عايزين اللي هو نتكلم في الحتة دي اللي هو احنا بنورث الأرض دي من جيل لجيل، يعني مش احنا بس اللي هنعيش عليها، فاحنا بنسيب أثر، فعشان نسيب أثر كويس للأجيال اللي جاية بعدنا. شوفي احنا كنا بنتكلم من شوية على مدن عاشت يعني آلاف السنين قبل الميلاد. طيب بالظبط، عايزين نحافظ عليها. فريدة قولي لي الحملة بدأت ازاي؟ أنا شايفة صورة حلوة، الطالبات كلهم طاقة إيجابية جميلة، فقولي لي الحملة دي وفكرتوا فيها ازاي؟ أيوه، احنا مبدئيا احنا 8 طالبات معايا، مايا ورهف وزينة ونغم ومريم ونبين وآية، احنا مؤسسين الحملة دي. احنا فكرنا عشان كنا شايفين ان الدولة بتاخد دلوقتي يعني بتاخد اكشن كتير قوي في فكره التنميه المستدامه، في اللي هو مثلا اتحضر للاخضر والحاجات دي، فحسينا ان فعلا دي حاجه لازم نتكلم عليها عشان عايزين نحافظ على الحاجات اللي عندنا، الموارد الطبيعيه، نحافظ على الارض ونعمل حاجات مفيده يعني للمجتمع، وفعلا حاجه تعمل فرق. يعني اكيد هتستفيدوا مثلا من التوصيات والحاجات بتاعه كاب 27 اللي كانت موجوده في مصر وكانت بتتكلم عن حاجات مهمه قوي. بالظبط، يعني ده كمان موجود. طيب قولي لي كمان هنا في الصورة، انتوا هنا كنتوا بتحاولوا تعملوا توعية للمواطنين كمان، عملتوا ايه فيها؟ مظبوط، احنا اول حاجة يعني عملناها ان احنا نزلنا ببوث في الجامعة عندنا وحاولنا ان احنا يعني احنا موضوع التنمية المستدامة الناس ساعات يعني زي بتستثقله من فكرة ان الناس شايفة ان هي ما جاتش عليا. أيوة. بتشوف اللي هو طب لو انا غيرت روتيني اليومي انا هفرق في ايه؟ ما احنا 100 مليون. بس لا، احنا بقى بنحاول نوصل لهم المعلومة عن طريق مثلا لعب ليها علاقة بالتنمية المستدامة، فهم يفهموا هم عليهم يعملوا ايه، نفرجهم على نفسهم، يشوفوا اخطائهم بنفسهم، عشان ساعات الواحد مش بيبقى واعي طبعا بأخطأ. يعني الناس اللي بترش المية قدام المحلات دول اللي هو فاهم ان هو بيجيب طراوة لكن هو بيهدر مية وبيبوظ شكل الرصيف اللي هو كمان موجود. او مثلا الناس حتى مثلا اللي قدنا الطلبات في الجامعه، احنا دلوقتي في فتره امتحانات وتسليمات وكده، اللابتوب مثلا بيفضل الشهر كله في الشاحن، مش بيتشال، بيتساب. صح. طبعا يعني حاجات صغيره، احنا بس بنحاول ان احنا ننزل ونتكلم مع الناس عشان يكونوا برضو شايفين الواجهه اللي ورا المشروع، فيحسوا زي بامان او ثقه اكتر، ونلعبهم عشان ما يحسسوش ان احنا جايين برضو نقول لهم انتوا وحشين وبتعملوا حاجه غلط. لا، احنا عايزين نوعيهم ونساعدهم ازاي الموضوع بسيط، فعلا فرق صغير هيعمل تاثير كبير. اكيد الحقيقه مشروع تخرج عظيم، انا بشكركم كلكم، كل الاسماء اللي انت قلتيها يعني كلهم تحياتي ليهم، كلهم بشكركم وبشكر ان انتوا طلبه في الجامعه وبتنزلوا في الجامعه وبتحاولوا تحلوا وبتمدوا ايدكم على المجتمع، وده الحقيقه هو ده اللي احنا بنحلم بيه في الطلبه اللي بيفكروا بشكل جديد. يعني بشكرك جدا فريده حسام الدين، واتمنى لك التوفيق، احدى مؤسسي حمله ارث واثر. الاسم حلو والشباب دايما عندهم افكار حلوه، عشان كده ده دورنا ان احنا نبرز افكارهم وكمان نشجعهم.